التقرير الجاي بقصي فيه شوي على الحكومة. تذكرون قضية المرافق الحكومية في الخيران، مدارس، صفصافات، أمور كثيرة عرضنا، وقلت يا حكومة أنا ما أدري من المسؤول، هل هي وزارة الأشغال أم التربية أم البلدية أم الصحة أم الداخلية أم وزارة الخارجية؟ مباني صرفت الدولة عليها الملايين لبناء المراكز الحكومية، وجيت وقلت يا حكومة يا هو لكل مسؤول شريف بالدولة، لكل من يملك القرار في الدولة، المرافق الحكومية هناك تنتهك وتسرق، تحركوا. وناديت وقلت إنها أكبر جريمة لسرقة المال العام، الدولة تبني وتترك. نتفاجئ اليوم في إحدى المدارس بالخيران قطعة ثلاثة تحترق المدرسة. منه اللي حرقها؟ ولمصلحة منه؟ أوجه ندائي إلى كل المسؤولين في الحكومة على رأسهم سمو الرئيس، أقول لكل من أمين السر وأمين معرفش مين وكل واحد مسؤول، الشيخ محمد العبدالله أي كان من يملك القرار، لماذا المدارس والمرافق الحكومية في الخيران مهملة؟ ليش تركتوها تسرق؟ ليش اليوم بدأت عملية حرقها؟ رسالة خطيرة إلى من لديه ضمير يتحرك، إلى من يملك القرار يتحرك. يسألون عن هذا الموضوع، الموضوع خطير، يصدر بيان يقولنا شو القصة إهمال المرافق الحكومية في خيطان واليوم تحرق. مصيبة ما بعدها مصيبة. أتمنى في أحد يتحرك، أتمنى في أحد يتحرك، أتمنى يا نواب الأمة تتحركون، أتمنى يا حكومة تتحركين، لمن يملك القرار يتحرك ويسأل. حرام حرام حرام. شوف التقرير. سووا مدينة الخيران السكنية شحن، سووا مدارس حديثة وصرفوا عليها وتعبوا عليها واشتغلوا فيها وجهزوها، وآخر شيء تركوها. وللأسف حالتها اليوم لا تصلح، مبيوقة ومكسرة، وهذا يعتبر أكبر هدر للمال العام وأم المصايب. ليش ما حطيتوا حراسات على هالمباني الحكومية؟ ليش تركتوا المباني الحكومية بهذا الأسلوب السيء أن تسرق وبعدين تطرح مناقصة ثانية لأعمال النظافة وأعمال الترميم بكم مليون؟ الحين الدولة تدفع ملايين على الإنشاء ولا تستخدم، والرد احنا، والرد نسوي لها الصيانة؟ ايه الله اكبر، هي مسكونة عشان تحترق؟ ما قال الاخ. الله اكبر، دقينا على المطار الطوارئ الحين يجون ان شاء الله. هاي قطعة ثلاثة رسالة إلى وزير التربية، رسالة إلى وزير الإسكان، اللي ترك هالمدرسة وهالمدارس بالخيران بدون حراسة لازم يسائل. تالت المليون ولا راح نسكت، وراح نعرض كل يوم المرافق اللي بالخيران. ما عندنا إلا قضية، القضية الإسكانية وقضية البلدية وقضية الخطوط الكويتية وخطوط كل قضية تهم المواطن. قضية ترك المرافق الحكومية في الخيران يعتبر سرقة ويجب أن يحال هذا الملف.
إلى مكافحة الفساد البدء في إجراءات التحقيق. من يملك شجاعة من المحامين الآن؟ من يملك الشجاعة من المسؤولين أن يفتح هذا الملف؟ لماذا المرافق الخدمية الحكومية اللي صرفت عليها الدولة الملايين تلو الملايين في قرار خايب تترك هذه الجهات الحكومية دون محاسبة، واليوم تحرق هذه المدارس دون أن يتحرك أحد من المسؤولين في الدولة ويقول لنا إيش قاعد يصير هناك؟ مش عيب؟ ولا مش مهمة البلد؟ ولا احنا نرفع فقط شعارات الإصلاح، شعارات وفق المصالح، طز بصراع الكراسي والأشخاص، لكن الهم نحافظ على بلدنا. اليوم هذا الدور دور مجلس الأمة، دور نواب الأمة يسألون عن هذه المواضيع. عيب مدينة كاملة تصرف عليها الدولة ملايين يتركها ولا حد يتحرك؟ ليش؟ ولا عندنا احنا الملايين دنانير؟ ولا البعض يعتبر 20 و30 و50 مليون كأنها 4-5 دنانير؟ والله عيب، والله عيب. أتمنى في الأيام القادمة أن يكون هناك تحرك، يا الله يا كريم يكون فيه هناك تحرك. طق طق لمن يتحمل ويفتح هذا الملف، وراح نتابعه، وكل يوم بعرض لما تطق جبودهم